السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا لاباس. الفيديو تاع اليوم فيديو خفيف ظريف، لكن فيديو بزاف بزاف مهم، خاصة اللي سجلوه في المنحة التركية. كاين امور بزاف لازم تعرفوها، لانه نهار درت الفيديو تاع المنحة التركية ما ذكرتش السلبيات، والسلبيات فكرت انه مهمة تعرفوها، خاصة اذا راكم جايين وحدكم وراكم سجلين في المنحة التركية وحدكم. لذلك اذا كنت او كنتي من المسجلين في المنحة التركية خليكم معايا، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتخلوا لي رايكم في خانة التعليقات. الفيديو اللي فات اللي هو هذا كان عبارة عن إيجابيات، وكان عبارة عن الفرص اللي تعطيهم لك المنحة التركية. أكيد ما ننكروش أن المنحة التركية هي منحة جد جد رائعة، خاصة للطلبة اللي ما عندهمش كيفاش يكملوا قرايتهم أو مدخلهم المتوسط، يعني ما يقولهمش باش يسافروا البلد واحد أخر ويكملوا قرايتهم. فالمنحة التركية هي واحدة من الفرص اللي تمنح للطالب المتفوق أو حتى الطالب اللي مهتم بإكمال الدراسات العليا. لكن الحاجة اللي ما درتهاش في الفيديو اللي هي السلبيات، والسلبيات بزاف مهم انو تعرفوها، خاصة كما قلت لكم اذا راكم جايين وحدكم. يعود الفضل للفيديو هذا، ما ننساش احلام 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 اللي تلاقيتها في الاحتفالية تاع الذكرى الثالثة في منتدى الجالية الجزائرية. نوجه لك تحية من هذا المنبر ونقول لك شكرا بزاف بزاف انو ولهتيني ندير فيديو كيما هذايا. نبداو باول شيء اللي لازم تعرفوه. النقطة بالذات راني نوجه كلامي لطلاب الدكتوراه، انه لازم تخلصوا القرايه تاعكم في 4 سنين، والمنحه التركيه راح تكفلكم 4 سنين لا اكثر. لكن اللي يصرى في الحاله هذه انه كاين اللي يجيو بزاف هنايا راحين يعطيوهم عام تاع لغه تركيه، ويعني عام راح من حساب المنحه التركيه. هذه وحده. الشيء الثاني اللي راح نهضر لكم عليه، كاين بزاف حالات اللي هما حالات جد جد متكرره، اللي هي انه تجي تقرا هنا الدكتوراه ولا تقرا تكمل الماستر، لكن يلقاو عندها دي موديول ما قراتهمش في الجامعه تاعها القديمه. ايبا واش دير؟ تروح تكمل تقرا لي موديل اللي قدام، تكمل ليسونس مثلا وتزيد معه الماستر، ولا تكمل الماستر ولا تزيد لي موديل وتقرا معه الدكتوراه. في هذه الحاله بزاف طلاب واش صرا لهم؟ يقراو الصباح ويقراو العشيه، ما قدروش يلحقوا باش يجيبوا لي موديل تاعهم كامل. ايبا واش يصرى؟ ينحيوا لهم نص الراتب، ولا ينحي لهم نص المنحه. يعني بدل ما تكون تسلك مثلا 1500 يولي تولي تسلك النص، اللي هي نورمالمون 750. لازم تعرفوا ان المنحه التركيه مشترطة على الطلاب تاعها انه يجيبوا العوام تاعهم كاملين. يعني اذا ما جبتش العام تاعك مره راح يروح لك نص الراتب، وراح تروح لك نص المنحه، واذا زدت عاوت ما جبتش العام راحين يرجعوك لبلادك مباشره، يعني المنحه تروح مباشره. الشيء الثالث اللي بزاف مهم، خاصه البنات والاولاد، اكيد بصح البنات اكثر شيء، انه لازم تعرفوا انه المنحه التركيه اللي فاتت تجي لهنايا ما راهمش راح يسلكوك لمده شهرين، معناتها لازم تجيب دراهمك على الاقل تسلك بهم روحك لمده شهرين. يعني ما تجيوش هكاك تقولوا خلاص المنحه التركيه راح يعطيو لي الدراهم على ما نجي والى ما ذاك. لا لا، مدة شهرين ما مش حين مدولك حتى دورو، لازم تصرف من جيبك، وبعد شهرين راحين يعطيولك يجمعوهم لك كامل ويعطيولك الراتب تاع شهرين. الشيء الرابع اللي بزاف بزاف مهم، يعني مهم انه تعرفوه، اللي هي انه في عامكم الاول راكم تتعلموا في اللغه التركيه، قلت لكم باللي كاين عندكم عام تحضير للغه التركيه. ايبا الحكومه التركيه واش راح دير لكم؟ راح تحطكم مع بنات اتراك في اليورت. اليورت هو عباره عن سكن الجامعه، سكن الطلاب، او قادرين نقولوا هكا سكن الطلاب يا جماعه في اتراك، يعني تقعدوا مع تركيات. عن كلام احلام اللي هي طالبه من طلاب المنحه التركيه، انه تقريبا الطلاب الاتراك اللي راهم معكم في المنحه راح يكونوا جد عنيفين معكم، ونقدر نقول عنصريين بمعنى. لماذا؟ انه انتم الحكومه تاعهم سلكت لكم كلش وراكم تقراوا باطل، اما هما عليهم يعدوا الامتحان، عليهم يسلكوا الجامعه تاعهم، وعليهم يسلكوا سكن طلابي والى ما ذلك، فراح تواجهوا يعني عنصريه من عدة نواحي. لكن هذا الأمر يتفاوت من منطقة لمنطقة، يتفاوت من يورت ليورت، أو مسكن طلابي لمسكن طلابي. لكن حبيتكم تكونوا واجدين نفسيا هذا الأمر من الأمور، لأنه بزاف بزاف مهم تكونوا مستعدين نفسيا. نتكلم على الشيء الأخير اللي حبيتكم تتولهوا ليه، أنه تقريبا راح تقعدوا في مسكن الطلبة كما قلت لكم لمدة عام. بعد العام راح يمدوكم مبلغ من المال، اللي هو أظن كما قلت لي أحلام، اللي هو 750. 750 يا جماعه باش تخرجوا تسكنوا وحدكم، ولا تكريو في مكان ثاني، في مسكن طلابي واحد اخر، او تكريو مع صحاباتكم، او تكريو يعني مجمع في لحالكم، او او او. لكن حبيت نخبركم انه 750 ماهيش راح تكفيكم تكريو حتى حاجه، حتى يعني غرفه بسيطه صغيره خلاص
ما هيش راح تكفيكم. لذلك لازم تكونوا مستعدين لهذا الامر، وكي تكونوا هنا في اسطنبول وجيتوا خلال العام هذا لازم تكونوا كونتوا على الاقل شبكه من العلاقات، سواء من البلد تاعكم سواء من بلدان واحد اخرين، كونتوا شبكه من العلاقات اللي قادرين تعتمدوا عليها بعدها. او اذا كنتم من طلاب الدكتوراه نقولكم تقدروا تدبروا على عمل، والعمل هذا يكون في المجال تاع الدراسه تاعكم، اكيد ممكن تخدم في مجال غير مجالك. المهم اللي حبيت نوصله من هذا النقطه بالذات انه اذا جيت لهنا ان شاء الله لازم تكون معتمد على حالك 100%، يعني بكلمة أخرى تكون تقدر تدبر راسك في كل الحالات. بالنسبة لحاجة واحدة أخرى، نوصيكم تسألوا على كل شيء قبل ما تجيوا، على المكان اللي راح تسكنوا فيه، على المنطقة هل هي مليحة مش مليحة، على العملة، على كل شيء، على كل شيء كل شيء كل شيء، باش تكونوا واجدين لكل شيء. وبهذا أصدقائي صديقاتي نتمنى نكونوا لهتكم لبعض الأمور، ولو أنه أحلام العزيزة عطت لي بزاف معلومات، المعلومات هذو ما قدرش نحطهم كامل في راسي، لكن بإذن الله نزيد ندير لكم فيديو ثاني نزيد نشرح لكم فيه أكثر إذا لقيت باللي كاين أمور بزاف ما ذكرتهمش. وبهذا إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، خاصة اللي راهم جايين هنا لتركيا وراح يبدأوا عامهم الدراسي إن شاء الله وحدهم. نقولكم ما تخافوش، يعني ربي كما يحميكم في بلادكم يحميكم في بلاد الناس، ربي في كل مكان موجود. وبهذا ما تنساوش الاشتراك في القناة وتخلوا لي رايكم في خانة التعليقات. باي باي.